بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بكم مع أحد محاضرات مادة الهيت ترانسفير. إحنا لسه متواصلين في شرح انتقال الحرارة بالتوصيل أو الهيت ترانسفير بواسطة الكوندكشن مود. في هذه الجزئية من هذه المحاضرة إحنا هنتناول موضوع إحنا هنجده بالكثرة كمهندسين كيميائيين في مجال العمل بعد التخرج، وبخاصة اللي بيعمل في مصنع كيميائي. ما هو هذا الشيء اللي احنا هنواجهه؟ ان احنا يكون عندنا مفاعل او عندنا رياكتور، والرياكتور ده بيحصل جواه تفاعل كيميائي، والتفاعل الكيميائي ده بينتج عنه حرارة، او ما يطلق عليه الاكسوثيرميك رياكشن. فده احد التطبيقات الشهيرة اللي ممكن نقابلها، ان في مصدر لتوليد الحرارة داخل الرياكتور. اوكي، وان الحرارة دي هيتم بقى نتيجة ان الحرارة داخل هذا الرياكتور اصبحت اكبر من الحرارة بخاصة بالوسط اللي بيحيط بالرياكتور، فضرورة هيحصل عملية هيت ترانسفير. طبعا البعض ممكن يقول طب ما احنا ممكن نحط عازل يكون الرياكتور ده معزول. ده الكلام ده لو انا مطلوب مني ان انا احافظ على هذه الحرارة، انما في احيان كتيرة لا، الحرارة لو احصل لها اكيوميليشن او تراكم داخل الرياكتور ممكن تؤدي الى العكس، لان التفاعل عايز درجة حرارة معينة. اوكي، يبقى انا لازم يكون في عندي معدل للتخلص من هذه الحرارة. ده بالنسبة ايه؟ بالنسبة لتخصصنا كهندسة كيميائية. انما مثلا زي التخصص الهندسة الميكانيكية، ان احنا الانترنال كومباشن انجن، المحرك الاحتراقي الداخلي، في حرارة بتتولد جواه، وان احنا عايزين نتخلص من كمية كبيرة من هذه الحرارة عشان المحرك بتاعنا ما يحصلوش فيلير، ما يحصلوش كولابس، ما ينهارش. اوكي، فاحنا بقى في هذه الجزئية من هذه المحاضرة احنا بنتعامل مع ان السيستم في حرارة بتتولد جواه، واحنا عايزين نتخلص من هذه الحرارة ونحسب بقى معدلات انتقال الحرارة. اوكي، وزي ما احنا هنشوف كده هنلاقي احنا في هذه المحاضرة بنتناول نقطتين مهمين. اول حاجة التي على السيرفس بتاع هذا السيستم او مثلا هذا الرياكتور، تاني حاجة التي ماكسيمم اللي هي انسايد المركز بتاع الرياكتور، ماشي، او اللي هو في مركز السيستم ذات نفسه. اوكي، يبقى دي كانت مقدمة خاصة بهذه المحاضرة بنوضح اهمية هذه الجزئية. فبقول لك الهيت جنريشن ان ا سوليد، لو انا عندي في جنريشن في سيستم سوليد، ماشي، الميديم ثرو ويتش، يبقى ميديم ثرو ويتش هيت از كوندكتد مي انفولف كونفرجن اوف الكتريكال، ان انا تحول طاقه كهربائيه، تحول طاقه نوويه، او كيميكال انرجي زي ما انا كنت بتكلم بقى في بدايه هذه المحاضره، ان انا عندي في تفاعل كيميائي والتفاعل ده اكسوثيرميك رياكشن، او ان التفاعل الكيميكال انرجي ده متولده مثلا من احتراق حاجه زي البنزين. ما هو احتراق البنزين ده تفاعل كيميائي، يعني مش لازم ان التفاعل الكيميائي يكون مثلا احنا بندي بنكون مكونات ونتيجه تكون هذه المركبات مع بعض وبتديني برودكت، واثناء تكون البرودكت تطلع حراره اللي هو واحد بنسميه اكسوثيرميك رياكشن. فاحنا برضو عندنا تفاعلات الطاقه، احتراق الطاقه برضو دي كيميكال رياكشن. اوكي، طيب يبقى احنا عندنا بقى عندي في ميديوم، الميديوم ده ممكن يكون فيه تحول من طاقه كهربيه لطاقه حراريه، او طاقه نوويه بينتج عنها حراره هائله جدا، او كيميكال انرجي انتو هيت، تمام، او زي ما بنطلق عليها ثيرمال انرجي. هذه المصطلح او هذه العمليه بيطلق على عمليه ايه؟ الهيت جنريشن. الهيت جنريشن بتعتبر فيلومتريك فينومينا. يعني ايه فيلومتريك فينومينا؟ يعني ظاهره حجميه. زي ايه؟ لو جينا لجسم الانسان نلاقي ان اي مكان بنقيس فيه درجه الحراره على سطح الجسم لازم هتكون بتدينا تقريبا، لو جسم الانسان يعني صحيح ما فيش عنده مرض، بتبقى حوالي 37 درجة مئوية. فالحجم اللي بيشغله الإنسان ككل، جسمه ككل، ماشي، بتكون درجة الحرارة اللي متولدة جوه، ماشي، نتيجة عملية الميتابوليزم وعملية الأيض، بيحصل هيت جنريشن. الهيت جنريشن دي بنسميها بقى إيه ساعتها؟ فوليومتريك فينومينا.
من الحرارة المتولدة داخل الجسم واللي هي انتشرت في جميع الحجم اللي بيشغله هذا الجسم، فعشان كده بيتسمى فيدلوميتريك فينومين. والريت بتاع تولد الحرارة في الميديم دي بنسميها بقى ايه؟ الزيوجوال سبيسيفايد، يتم تعيينها بير يونت فوليوم، ماشي؟ وبيرمز لها بالرمز جي دوت. الجي دوت اليونت بتاعتها ايه؟ وات لكل متر مكعب. يبقى طاقة، وحدة طاقة لكل متر مكعب اللي هو الايه؟ الفوليوم. خلاص؟ أو لو هنحولها للبريتش يونت هتبقى بي تي يو لكل قدم مكعب في الساعة. لو احنا بنتعامل في مجال الهندسة الكيميائية هنلاقي معظم الأشكال أو الرياكتور اللي ممكن يحدث فيها هذا التفاعل الكيميائي غالبا هيكون شكله اسطواني، تمام؟ وأحيانا ممكن يكون الشكل بتاعه قروي، ده لو احنا بنتعامل بقى مع ايه؟ مع عمليات اللي هي البايوكيميكال، أو عمليات مثلا زي عمليات الفيرمنتيشن، زي مثلا انتاج البايوفيول، اوكي؟ فممكن الشكل يكون عندي كروي، فطبعا لما يكون الشكل كروي هتكون لي حساباته ايضا، انما غالبا هيكون الشكل عندي ايه؟ شكل اسطواني. فلو انا بقى بحسب الجي دوت مثلا لي على سبيل المثال حراره نتيجه ايه؟ مرور كهرباء في واير، ماشي؟ الاوتر ريديوس بتاعه ار دوت، زي ما احنا شايفين كده، ادي هذا الواير اللي هو طوله ال، وعندي في السنتر هنا في تيار كهربائي ماشي، فنتيجة كده هتتحول إلى طاقة إيه؟ إلى ثيرمال إنرجي نتيجة المقاومة، ماشي؟ فأنا عندي الأوتر ريدس بتاعه ار دوت واللينس بتاعه ال، يبقى أنا أقدر أقول الجي دوت بتساوي إيه؟ بتساوي هذه الطاقة اللي هي بالوات على الإيه؟ على الفوليوم بتاع الواير. طب احنا في مجال الكهرباء الوات ده هيساوي ايه؟ الطاقه دي هتساوي الكيو، هتساوي ايه؟ قلناها قبل كده، هتساوي الاي سكوير اللي هو مربع التيار في الايه؟ في المقاومه، ماشي؟ هوير اي ذا الكتريك كارنت وار اللي هي الالكتريك ايه؟ ريزيستنس. يبقى بتتولد طاقه في السلك الكهربائي نتيجه مرور الكهرباء، ماشي؟ قيمتها بتتناسب مع ايه؟ مع مربع التيار ومع ايه؟ الريزيستنس اللي بيديها هذا السلك لمرور هذا التيار. اوكي؟ طيب الفوليوم ساعتها هيساوي ايه بقى؟ خلي بالنا الفوليوم بقى، يبقى انا الفوليوم هتبقى المساحة دي بتاعت الدايرة دي في طول الايه؟ في طول السلك اللي احنا بنقول السلك عامل زي الاسطوانة. اوكي؟ يبقى انا ساعتها بحسب المساحة باي ار سكوير، مساحة الدايرة في ايه؟ في الطول. اوكي؟ يبقى انا ساعتها كده ايه؟ اقدر احسب الايه؟ الجي دوت. طبعا زي ما احنا قلنا كده الالكتريك كارنت اللي هي الطاقة اللي جاية نتيجة الكتريك كارنت ممكن نقيسها بوسيلتين، اما ان انا اقول الفي في الاي اللي هو الفولتج دروب في الاي، او اقول بتساوي الايه؟ اي سكوير في الار. والفي في الاي اتحولت لاي سكوير في ار ليه؟ لان انا هشول كل اشيل كل في، احنا عارفين ان الفي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي في الار، فلما اشيل الفي واحط اي في ار هتبقى الاي في الاي باي سكوير وتبقى ايه؟ مضروبه في الار. اوكي؟ وزي ما قلت كده في بدايه هذه المحاضره ان انا في عندي تو ميجر انترست كوانتيتي، في كنت تو كوانتيتي مهمين قوي بالنسبه لي في عمليه الهيدروليشن. اول حاجه ان انا اعرف احسب السيرفس تمبريتشر بتاعت الايه؟ بتاعت الميديوم اللي هو جوه فيه بيتم فيه ايه؟ هيت جنريشن. والهيت جنريشن دي زي ما قلنا على سبيل المثال ممكن تيجي ايه؟ ممكن تيجي الكتريكال، ممكن تيجي نيوكلير، ممكن تيجي كيميكال. اوكي؟ تاني حاجه احسب الماكسيمم تمبريتشر، التي ماكسيمم اللي هي ايه؟ اللي هو عند السنتر في مكان حدوث الهيت جنريشن. يبقى انا في الهيت جنريشن بيهمنا حاجتين، المكان اللي بتتولد فيه الطاقة أحسب درجة حرارته، والحرارة دي هتمشي خلال الميديا، يعني هنفترض إن ده المجال إيه؟ المكان اللي بتحدث فيه تولد الحرارة. أوكي؟ والحرارة دي هتبتدي تنتقل بالتوصيل، ماشي، لغاية ما توصل للسيرفس هنا، ساعتها أقول إيه؟ أنا عايز السيرفس تمبريتشر. يبقى أنا في قانونين هتعامل معاهم في الحتة دي، إن أنا لو بتعامل مع السيرفس والسيرفس ده معرض لميديم حواليه سراوندنج حواليه، يبقى انا ساعتها
الحرارة هتنتقل ايه؟ بواسطة الكونفكشن. انما انتقال الحرارة من هنا من السنتر بتاع الميديم اللي بيحصل فيه الهيت جنريشن عشان تنتقل من هنا لهذا السطح هتنتقل بخلال الايه؟ بخلال الكوندكشن. يبقى ساعتها هتعامل بقانون ايه؟ بقانون فورير. انا طبعا بحاول ابسط هذه النقطة لان هي مش فعلا مش محتاجة ان الواحد ياخدها بصورة فيها شيء من الصعوبة. اوكي؟ وده اللي هنشرحه دلوقتي. فبالنسبة لأول نقطة للسيرفس تمبريتشر اللي هنسميها تي اس، فبيقول لي ايه؟ ان الديترمينيشن تحديد السيرفس تمبريتشر از امبورتنت، مهم قوي. ليه؟ لان من هذا السيرفس هيبتدي يحدث انتقال للايه؟ للحراره. تمام؟ وممكن نحدد بقى اذا بص هنفترض ان انا عندي سوليد ميديوم السيرفس اريا بتاعته اي اس والفوليوم بتاعه اف وعندي ليه كونستانت ثيرمال كوندكتيفيتي اللي هي كي. كونستانت ثيرمال كوندكتيفيتي ليه؟ لان بقى انا هعتبر ان فرق درجات الحراره مش كبير. احنا قلنا الثيرمال كوندكتيفيتي بتتغير مع تغير كبير في درجات الحراره. فهنفترض ان عندي الثيرمال كوندكتيفيتي كونستانت ثابته. ماشي؟ الهيت جنريشن بقى هتتولد بالكونستانت ريت اللي هو جي دوت اللي هي بريونت ايه؟ فوليوم، اللي هي وات بر يونت فوليوم. الهيت از ترانسفيرد فروم سوليد تو ذا سراوندينج. الحراره هتنتقل من هذا السيستم السوليد للسراوندينج. السراوندينج درجه الحراره بتاعته ايه؟ تي انفينيتي. تمام؟ والتي انفينيتي بتاعت السراوندينج طبعا انا هفترض ان هي بنسبه كبيره هتبقى اقل من التي اللي هي تولدت جوه. يبقى ساعتها هيكون عندي انتقال لدرجه حراره، طب ما في فرق في درجه الحراره. الميديوم ده هيكون ليه ايه؟ هيكون ليه كونستانت هيت ترانسفير كوفيشنت اتش. خلاص؟ وهقول بقى ايه؟ ان all solid surface of solids are maintained at temperature TS. اوكي؟ طيب في حاله بقى ان انا عمليه حسابات الهيت جنريشن انا هفترض ان انا بحسبها عند ستيدي ستيت كونديشن. يعني ما عنديش تغير مع الزمن. يعني درجه الحراره اللي بتتولد داخل هذا الميديوم ثابت. ماشي؟ الطاقة اللي بتنتقل ثابت. الهيت ترانسفير كوفيشنت كونفكشن الاتش ثابتة. تمام؟ طبعا مش هقول بقى ان الفوليوم والاريا ثابتين، انا بتكلم على الرياكتور ثابت، اوكي؟ انما اللي يهمني ان الثيرمال كوندكتيفيتي ثابتة، ان معدل تولد درجة الحرارة ثابت، ماشي؟ الاتش ثابتة، التلاتة دول يهموني قوي. طيب، اندر ستيدي ستيت كونديشن ممكن اعمل بقى انرجي بالانس. والانرجي بالانس هقول ايه بقى؟ هقول ان الريت اوف هيت ترانسفير فروم ذا سيستم او فروم ذا سوليد بيساوي الريت اوف هيت انرجي وذن ذا سوليد. الطاقه اللي هتخرج وتنتقل من هذا السيستم بتساوي الطاقه معدل انتاج الطاقه. جميل قوي. يعني احنا بنفترض مثلا ان احنا بنفرغ ميه. اوكي؟ فمعدل تفريغ الميه يساوي معدل الامداد بالميه. يعني انا زي ما الواحد كده بيفتح حنفيه الميه وتلاقي معدل خروج الميه من الحنفيه بيساوي معدل الميه اللي بتيجي للحنفيه اللي هي مثلا من شبكه الميه. خلاص؟ ان مفيش ايه؟ مفيش في دروب بيحدث. خلاص؟ يبقى انا الريت اوف هيت ترانسفير فروم ذا سوليد هيساوي الريت اوف هيت جنريشن وذن ذا سوليد داخل السوليد. طيب انا اقدر اقول بقى ساعتها ايه؟ ان الريت اوف هيت جنريشن عباره عن ايه؟ الكيو، ماشي، اللي هي بتتولد داخل هذا السوليد بتساوي ايه؟ الجي دوت في الفي. الله، ده الكيو دي، ده الكيو دي الوحده بتاعتها بالواط. طب دي واط بير متر كيوب. يبقى انا لما اضربها في الفي اللي هي بالمتر كيوب، المتر كيوب هضربها على الكيوب تبقى دي ايه؟ واط. يبقى ساعتها اقول الكيو هنا ودي كيو هنا، مش كويس؟ يبقى انا الكيو هتساوي ايه؟ هتساوي الجي اللي هي الطاقه اللي هي الحراره اللي الطاقه اللي بتتولد داخل هذا السوليد هتساوي الجي دوت في الفي. خلاص؟ لان ما اقدرش اقول ان الكيو بتساوي الجي دوت بس. ليه؟ لان دي اليونت بتاعتها بالواط ودي اليونت بتاعتها بالواط بير متر كيوب. اوكي؟ يبقى انا ساعتها لازم اقول ايه؟ اضربها في الفوليوم. خلاص؟ يبقى دي الحراره الايه؟ المتولده. طب دي بقى الحراره اللي هتنتقل،
يبقى انا زي ما قلنا كده ان انا في حاله الكونفكشن هطبق عليها القانون بتاع الايه؟ نيوتن لو فور كولينج، اقول ان الكيو بتساوي الاتش في الاي اس في التي اس ناقص التي انفينيتي. وقلت تي اس ان انا بفترض ان التي اس اعلى من التي انفينيتي. طيب من المعادلتين دول لو سوينا الاثنين دول ببعض ان الكيو بتساوي كده والكيو بتساوي كده، فساوي الجزء ده بالجزء ده، هلاقي ان الجزء ده اهو وادي الجزء ده اهو. يبقى انا اقدر اقول ساعتها بقى ايه؟ اقدر اقول ان التي اس ماشي، واجيب التي انفينيتي اوديها الناحيه الثانيه واقسم على الاتش اس، فانا اقدر اقول ان ساعتها ان التي اس بتساوي ايه؟ بتساوي التي انفينيتي زائد الجي في الفي على الاتش في الاي اس. ماشي، وهي هذه الايكويشن هتبقى الجنرال فورم وليست مخصصه لسيرتن لشكل معين، لا دي جنرال فورم. لا هنبتدي بقى دلوقتي نحولها بقى لكل شكل، لو الشكل ده اسطواني، لو الشكل ده كروي، لو الشكل ده ايه بلين. يبقى هذه المعادله معادله اللي هي للجنرال فورم، اللي ايه معادله عامه وليست محدده لشكل معين. ماشي، بحيث ان الاريا والفوليوم ماشي هتختلف كالاتي. ادي المعادله اللي هي جنرال فورم. طبعا ان انا لما يكون عندي الشكل البلين وول هتبقى الفوليوم بتاعه بيبقى مختلف والاريا بتاعته مختلفه عن الايه؟ عن الفوليوم والاريا بتاعت السلندر، وهتختلف عن الفوليوم والاريا بتاعت السفير. اوكي، طيب يبقى انا ساعتها في حاله البلين وول انا بفترض ان هي بتخرج، لو انا عندي حائط ماشي او سطح، فبتخرج من السطح اللي هو يمين والسطح اللي هو الشمال، خلاص بفترض ان هي بتخرج من جهتين يعني، خلاص. يبقى انا ساعتها بقول ايه؟ الاريا اس اللي هو مجموع الايه؟ مجموع الاريا بتاع الايه؟ الجهتين اليمين والشمال على سبيل المثال. الفوليوم بقى هتساوي ايه؟ هتساوي الطول في الايه؟ في الاريا اللي معروفه قوي، خلاص. يبقى انا ساعتها اقدر اقول التي اس هتساوي التي انفينيتي زائد الجي في ال على الاتش. الله الله الله، جت منين؟ ان احنا هنعوض بالاريا ونعوض بالفوليوم في القانون دوت. والفين ديت اهو، ان انا ساعتها هشيل ايه؟ ادي الجي زي ما هي ثابته، والفوليوم هشيل واحط مكانه ايه؟ ال ال في الاي دبليو ماشي في 2، خلاص. على هشيل بقى ايه؟ هشيل الاتش زي ما هي، هسيبها زي ما هي، والاي اس هنزل القيمه بتاعتها ليه؟ ايه 2 اي وول، خلاص. الاثنين هتروح مع الاثنين، وال ال وال A هتروح مع ال A، هيتفضل لي ال G L اللي احنا قلنا عليها هنا على ال A على ال H. طيب في حالة السلندر ال area هتساوي ايه؟ هتساوي 2 باي R في الطول ال L ماشي، وال volume هيساوي باي R سكوير في ال L، دي قوانين معروفة. اوكي، اعوض بالاريا واعوض بالفوليوم، هيطلع لي في الاخر ان ال A ال T S بتساوي تي انفينيتي زائد جي في الار، يبقى بدل ما كانت ال بقت ار على ايه؟ على 2 اتش. وادي اللي هو ادي القانون وادي التعويض فيه بقيمه الفوليوم وبقيمه الاريا لغايه ما وصلنا لهذا القانون اللي هو دوت. وفي حاله السفير بقى اللي هو التطبيق الثالث الشهير، هيبقى عندي الاريا بتساوي 4 باي ار سكوير، والفوليوم 4 على 3 باي ار تكعيب، اعوض بالاريا وكده هوصل لهذه الايه؟ لهذه الصيغه. هلاقي ان الصيغه هنا مقاربه للصيغه هنا، ولكن بدل 2 بقت ايه؟ بقت 3. ولو جينا نبص للقانون ده نلاقي ايه؟ نلاقي ان في البلين كان 1، هنا بقت 2 اتش، هنا بقت 3 اتش، خلاص. وهنا ال ال طبعا لان انا عندي سطح اتقلبت لار، اتقلبت لار. يبقى القانون دوت سهل ان انا ايه؟ احفظه، مش محتاج ان انا تبقى فيه مشكله في حفظه، لان انا عندي في البلين وول هتبقى اتش واحده، هنا هيبقى 2 اتش، في الكوره يبقى فيه 3 اتش، وان بدل ال ال طبعا بيبقى ينقلب لنصف قطر، فهو نصف الايه؟ القطر ثابت في اللي. تمام. بعد ما انتهينا من حساب الكوانتيتي الاولانيه اللي احنا قلنا احنا في 2 كوانتيتي احنا عايزين نحسبهم في هذه المحاضره، الكوانتيتي الاولانيه اللي هي التي سيرفيس، والكوانت الثانيه اللي هي التي ماكسيمم. الكوانت اللي عرفناها خلاص دلوقتي، طب تبقى التي ماكسيمم. فانا عشان احسب التي ماكسيمم هنعمل ايه؟ مقطع داخل هذا السوليد بودي. اوكي، المقطع ده هنقول ان الريزن بتاعته هتكون ار، واللي هي بتقل بكتير عن الار ايه؟
بتاعة هذا الميديوم. اوكي طيب، احنا في الحساب التي سيرفيس كنا بنتعامل مع ايه؟ مع حرارة بتتولد داخل الميديوم وبتنتقل للسراوندينج، فكنا بنطبق ساعتها ايه؟ القانون بتاع نيوتن فور كولينج. لكن انا هنا بقى الحرارة هتتولد داخل هذا المقطع وتبتدي تنتقل لبقية الايه؟ السوليد ميديوم. يبقى الحرارة هتنتقل من هنا لبقية السوليد ميديوم عن طريق ايه؟ عن طريق الكوندكشن. يبقى انا ساعتها لازم اطبق قانون ايه؟ قانون فورير. وزي ما عملت هيت بالانس في حساب الكوانتيتي الاولانيه اللي احنا كنا بنقول الريت اوف هيت ترانسفير فروم ذا سوليد بيساوي الريت اوف هيت انرجي جنريشن فروم ذا سوليد، برضه يبقى انا هقول ساعتها بقى ايه؟ ان انا الكيو بتاع الريت اوف هيت جنريتد داخل هذا المقطع بتساوي الريت اوف هيت اللي هي اللي خارجه من ايه؟ من هذا المقطع، واساوي الاثنين ببعض، ده الكيو بتاعت الهيت اللي هي تولدت وده الريت اوف هيت اللي هي ترانسفير. وسعتها ان ماينس كي في الاي ار الاريا بتاعت الايه؟ بتاعت هذا المقطع مساوي في الدي تي على الدي ار بتساوي ايه؟ بتساوي الجي دوت في الفي ار. يعني بقى احنا كل ده بنتعامل مع الايه؟ مع المقطع. اوكي طيب، سينس الاي ار اللي دي بتساوي ايه؟ 2 باي ار ال. اوكي، وعندي الفي بتساوي ايه؟ باي ار سكوير في ال. هشيل بقى قيمه الاي ار اللي هي دي وقيمة الـ VR اللي هي دي وعوض في ايه؟ في هذا القانون. بعد ما عوضت في هذه المعادلة بقيمة الـ AR والـ VR اجد ان المعادلة اصبحت على هذا الشكل. طيب انا عندي في قيم متشابهة زي الباي والباي هتروح، الباي هتروح مع الباي، وعندي R وهنا R سكوير، يبقى الـ R هتروح مع واحدة من الـ R هيتفضل لي R، والـ L هتروح مع الـ L. تمام، وهيخلي الـ DT في ناحية والـ DR في ناحية، يبقى الـ DR هتضرب في الجي اوكي، وهتبقى مضروبه كمان في الايه؟ في الار اللي متبقيه، وال2 كي تنزل هنا تحت الايه؟ تحت الجي. سهله دي مش مشكله. وبعدين اعمل ايه بقى؟ اعمل انتجريشن. خلاص اعمل انتجريشن بقى بالنسبه للايه بقى؟ للميديوم ككل مش بالنسبه للمقطع. يبقى انا هقول ساعتها بقى التي من التي نوت التي زيرو خلاص اللي هي في السنتر اللي هي التي ماكسيمم لغايه السي تي سيرفيس بتاعت الايه؟ بتاعت اللي هو هذا الشكل، ادي التي سيرفيس بتاعت ده. اوكي، على ايه بقى؟ مضروبه في ايه؟ الجي دوت بتساوي ماينس الجي دوت على الاثنين من الار والار بتساوي صفر لغايه الار اوت، الغره اللي هي ايه؟ اللي هي دي، ادي الار اوت. خلاص يبقى انا عملت حساباتي في المعادله على هذا المقطع، ولكن بعد كده بقى بعمل انتجريشن. فانا بعمل انتجريشن باخد بالنسبه للكل، ما بعملش الانتجريشن بالنسبه لدول. خلاص دي حاجه رياضيه معروفه مش محتاجه ايه ان احنا نركز فيها اكتر. اوكي طيب خلاص، انا عملت بقى الانتجريشن بتاعي، الاقي في الاخر ان انا عندي هيبقى ايه؟ من التي اس ناقص التي نوت، خلاص ده الجزء اللي هو دوت، بتساوي ايه؟ بتساوي الجي على ماينس 4K في الار دوت. ماشي، ناتج التكامل العادي، التكامل بسيط جدا. خلاص طيب، ايه اللي هيحصل بقى؟ ان انا اقول ان التي، اعكس الاشارات، انا كان دي سالبه، خلاص يبقى انا هضرب الكل في ماينس سالب، او اضرب دي في سالب واعكس دي، هتبقى التي نوت ناقص التي اس ماشي بتساوي الجي على ال 4K ار دوت اللي هي دي. اوكي طيب، التي نوت ناقص التي اس اللي هي ايه؟ يسمى الدلتا تي ماكسيموم. خلاص يبقى الدلتا تي ماكسيم بتساوي ايه؟ بتساوي الجي دوت على الفور كي في الار اوت سكوير، وده الجنرال فورم. الجنرال فورم مش مخصصه لشكل معين، دي الجنرال فورم اللي انا وصلت لها من السلايد السابقه. وهي احنا قلنا الجنرال فورم دي ما بتقولش لشكل معين، لكن زي ما احنا عملنا بالنسبه للتي سيرفيس هنعمل برضو بالنسبه للتي ماكسيمم. فاقول في حاله البلين وول، في حاله السلندر، في حاله السفير، فاجد ان الدلتا تي ماكسيمم اللي هي بتساوي جي دوت على 4 كي ار اوت سكوير هتبقى بقى في حاله البلين وول، هنشيل الار اوت سكوير ونحط مكانها ايه؟ الطول ال ده في حاله البلين وول. خلاص، وهتبقى ساعتها عندي الجي على 2 كي وليس ايه؟ وليس 4 كي. خلاص طب في حاله السلندر ده احنا كنا بنحسب على سلندر، يبقى هي هي تنزل زي ما هي. في حاله السفير بقى
بدل ما كانت 4 هتبقى ايه 6، ويفضل القانون برضو زي ما هو. خلاص يبقى سهل جدا ان احنا بعد ما حسبناها بالنسبه للسلندر نحولها بالنسبه للبلين وول، الار هتبقى ال، وبدل 4 كي هتبقى 2 كي، بالنسبه للسفير بدل 4 كي هتبقى 6 كي. نلاحظ بقى ان هنا زاد 2 بقت 4 بقت 6، بتزيد بايه؟ بتوالي اللي هو 2 2، كل مره بنزود 2. اوكي طيب، هنجد ان انا في حاله التي ماكسيمم او الدلتا تي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني في حساب التي اس وحساب التي عند السنتر اللي بيحصل فيه الجنريشن، وهنشوفها في المسائل دلوقتي. اوكي طيب، نيجي بقى لو عملنا تلخيص للتو كوانتيتي اللي احنا حسبناهم، ان السيرفس تمبريتشر ادي القوانين بتاعتها، والتي ماكسيمم الدلتا تي ماكسيمم ادي القوانين ايه بتاعتها. هل نجد تشابه ما بين الاثنين؟ في تقريبا تشابه، بمعنى ان انا هنا ده القانون في حاله البلين وول، بس ال بقت ال سكوير، وطبعا انا هناك بتعامل مع قانون نيوتن فبتعامل مع الاتش، لا بقت هنا ما عندي ايه، عندي كي سيمي كوندكتيفيتي، وبقت مضروبه في 2. اوكي، انما الجزء ده هو تقريبا الجزء ده خلاص، يبقى انا اللي حصل بس ال بقت ال سكوير والاتش بقت كي، وبقت اللي هي مضروبه في 2. طيب هنا اجد بقى هي نفس القيمه، بس الار بقت ار سكوير زي ال ما بقت ال سكوير خلاص، والاثنين اتضاعفت، بدل ما كانت 2 بقت ايه؟ بقت 4 كي. وهنا برضو نلاقي ايه؟ الثلاثه اتضاعفت بقت 6، والاتش بقت كي، وبرضو بقت ايه؟ الار بقت ار دوت سكوير. اول مساله عندي في هذه المحاضره اللي متعلقه بالهي جنريشن، اللي هو عايزين نحسب الهي جنريشن في مجفف شعر. فبيقول ان انا عندي ريزيستنس واير، ريزيستنس واير ده اللي هو بتتولد في درجه الحراره في مجفف الشعر، بيستهلك حوالي 1200 واط. تمام، طول هذا الريزيستنس واير 80 سنتي، والديامتر بتاعه اللي هو دي بتساوي 3 من 10 سنتي. مطلوب ايه؟ مطلوب ان احنا نحدد الهيت جنريشن في هذا الواير باليونت فوليوم، زي ما احنا قلنا كده ان الهيت جنريشن بتبقى باليونت فوليوم خلاص، واليونت بتاعتها اللي هي واط لكل سنتيمتر كيوب. وعايزين الهيت فلكس، والهيت فلكس دي معروفه من اول المحاضرات الاولى ان هي الطاقه باليونت اريا. يبقى انا عايز طاقه باليونت فوليوم، وعايز طاقه باليونت ايه؟ باليونت اريا خلاص. الطاقه الهيت فلكس دي على السطح، على السطح بتاع هذا ايه السلك، والهيت فلكس ده هيجي نتيجه ايه؟ نتيجه الهيت جينيريشن اللي احنا بنحسب. تمام طيب، الطاقه المحسوبه او المستهلكه بواسطه هذا الريزيستنس واير اداها لي اللي هي 1200 واط، وزي ما قلنا كده مطلوب ايه؟ ان انا احسب الهيت جنريشن واحسب الهيت ايه؟ الهيت فلكس اريا. ادي الشكل بتاع الهيت دراير. تمام طيب، زي ما قلنا كده ان احنا الطاقه اللي بتستهلك حوالي 1200 واط خلاص، دي عباره عن الكتريكال انرجي هتتحول لايه؟ لطاقه. يبقى في التحليل المساله ان انا عندي طاقه كهربائيه هتتحول لايه؟ لطاقة حرارية، ماشي؟ مقدارها قد إيه؟ 1200 واط، خلاص؟ طيب، يبقى أنا الجي هتساوي إيه؟ هتساوي الجي كابيتال دوت على إيه؟ على الفوليوم بتاع الواير. الجي مديها لي اللي هي 1200، طيب يتبقى حساب الإيه؟ حساب الفوليوم، فأنا عندي الفي بتساوي إيه؟ باي آر سكوير في إل. أنا هعوض على طول بقى، بدل باي ار سكوير هعوض بالايه؟ بالديامتر اللي اداهولي. أنا عارف إن الار الديامتر بيساوي ايه؟ الريدس بيساوي ايه؟ دي على 2 خلاص؟ طيب يبقى أنا لما يكون ار سكوير هتبقى دي سكوير على ايه؟ على 4 اللي هي دي، يبقى دي سكوير على 4 في الايه؟ في ال خلاص؟ وهشتغل بالسنتيمتر عادي، يبقى دي 3 من 10 سنتيمتر سكوير على 4 في ال 80 سم اللي هو الطول ال ال، هيديني في الاخر اللي هو 212 واط لكل سنتيمتر ايه كيو. دي اول مطلوب. الهيت فلكس بقى ان انا هحسب الجي اللي هي برده ال 1200 على الايه؟ الاريا. الاريا هنا هنلاحظ ان انا بقول باي دي ال. طبعا انا هنا بحسب ايه؟ بحسب محيط. تمام؟ بحسب محيط عشان اجيب ايه؟ اللي هو السطح الخارجي اللي انا اقول ايه؟ الطاقه بتبقى موجوده متوزعه عليه عشان احسب الهيت ايه؟ الهيت فلكس. فهتبقى 1200 على الباي في 3 من 10 سنتي في 80 سنتي، هتديني هذه الايه؟ هذه القيمه. تمام؟ نلاحظ حاجه هنا بقى، يعني ملحوظه يجب ان هي تتاخد في الاعتبار، ان انا لما قلت الطاقه بير يونت فوليوم ماشي، كان قيمتها 212
ولما جيت اقول برضو نفس الطاقة بريونت اريا، انا بحسب زي ما انا بقى بحسب محيط، لقيتها وصلت ونزلت لمقدار كبير جدا، بدل 212 بقت حوالي 16 واط. ماشي، بس هنا واط لكل سنتيمتر مكعب، وهنا واط لكل سنتيمتر ايه مربع. تمام، طبعا زي ما قلنا كده الهيت جنريشن بتبقى واط بير سنتيمتر كيوب، او في البريتش يونت هتبقى بي تيو بير هاور لكل قدم مكعب. وعندنا الهيت فلوكس اللي هي بتبقى هيت بير يونت سيرفيس اريا، اللي هي واط لكل سنتيمتر مربع، او بي تيو لكل اور لكل قدم مربع. دي كانت المساله الاولى. المساله الثانيه مشابهه نوعا ما للمساله اللي احنا لسه شرحنا المساله الاولى، فبرضه عندي برضه 2 كيلو واط اللي هو ممكن نقول 2000 واط ريزيستنس هيتر واير. تمام، السيرمال كوندكتيفيتي بتاعته 15 واط لكل متر لكل ديجري سنتيجريد. خلاص، الديامتر بتاعه بيساوي ايه 4 مللي متر. خلاص، فطبعا هنتعب بقى، لازم نوحد اليونت. طب هنا ما بقاش هنا 4 مللي متر، وهنا عندي نص متر الطول بتاعها، يبقى لازم نوحد ايه اليونت. وبنستخدم هذا السخان عشان نعمل غليان للميه، نغلي الميه. خلاص، الاف ذا اوتر سيرفيس تمبريتشر اوف ذا ريزيستنس حوالي او بتساوي التي اس بتساوي 105. حدد لي بقى التمبريتشر في السنتر هنا كده بتاع هذا ايه الواير. طالما قلنا بقى عايزين تمبريتشر ونحددها، يبقى انا اقول ساعتها بقى ايه في السنتر، يبقى انا محتاج ان انا ايه اتعامل مع القانون بتاع الايه الدلتا تي ماكسيمم زي ما احنا شرحنا. السوليوشن، فانا السنتر تمبريتشر، السنتر تمبريتشر هنا بتاعت هذا الريزيستنس هيتر واير اللي هو موضوع سبمرجد، موضوع في الميه او مغموس في الميه، مطلوب تحديدها. تمام، طيب ايه الاسامشن؟ الاسامشن بتاعتي ان الهيت ترانسفير ستيدي ستيت، يعني ما فيش تغير مع الطيب. خلاص، وان الهيت ترانسفير بيحدث في وان دايمنشن. خلاص، والحاجه الثانيه السيرمال كوندكتيفيتي ثابته، لان ما فيش فروق درجات حراره كبير قوي، وان الهيت جنريشن منتظمه. خلاص، طيب من ضمن الحاجات المعطاه السيرمال كوندكتيفيتي اللي هي الكي بتساوي 14، قصدي 15 واط لكل متر لكل ديجري سنتيجريد. تمام، طب الطاقة اللي مديها اللي بتنتج داخل هذا السلك قد ايه؟ 2 كيلو واط اللي هي حوالي 2000 واط. طيب يبقى انا عندي الجي دوت بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو جيفن اللي هي ال 2000 ديت، ال 2000 واط على ايه؟ على الفوليوم. خلاص؟ طيب انا عندي الابعاد اللي اديها لي، فانا هقول باي ار سكوير ال. ليه؟ لان هو هنا عبر عنها بالايه؟ بالار. المسألة اللي قبل كده كان مديها لي بالايه؟ بالديامتر، عشان كده قلنا ايه؟ دي سكوير على ايه؟ على 4. خلاص، يبقى انا ار سكوير في ال ال على طول. طيب احنا قلنا ده من الار مديها لي بالمليمتر، هحول طبعا كله المتر. خلاص، هتبقى 2 من 1000 متر كل سكوير في النص متر، هتساوي هذه القيمه. كده انا حسبت ايه؟ اول جزئيه في ايه؟ في حل هذه المساله، ان انا احسب الهيت جنريشن، وبعد كده اعوض بقى في القانون اللي الخاص بحساب الدلتا تي ماكسيم في حاله ايه السلندر، اللي هو عندي ايه التي نوت ناقص التي اس بتساوي الدلتا تي ماكسيم، الدلتا تي ماكسيم اللي بتساوي ايه الجي دوت على الفور كي في الار اوت سكوير. خلاص، طيب انا مش هتعامل مع الدلتا تي ماكسيم، انا هتعامل مع الجزء ده. خلاص، يبقى انا ساعتها بقى انا عايز احسب ايه؟ عايز احسب التي نوت اللي هي دي، يبقى انا هودي التي اس الناحيه الثانيه، هتبقى عندي زي ما احنا شايفينها في القانون كده، التي نوت بتساوي التي اس زائد الجي، ماشي، مضروبه في الار سكوير اللي هي ديت على الايه؟ على الفور كي. خلاص، تعويض مباشر، انا التي سيرفيس عندي اللي هي 105 ديجري سنتيجريد، وهحل بقيه المساله اعوض في القيم اللي انا معطاه ليا. طبعا كان كل اللي محتاجه كل ده مديهولي، محتاج عدد دي انا حسبتها في الجزء الاولاني من حل هذه المساله، هعوض بيها واحسب ساعتها ايه التي اللي هي في السنتر بتاع الايه الالكتريكال هيتر، عليها 126. شوف، في السنتر كانت 126، وصلت لغايه السيرفس بقت كام؟ بقت 105. اوكي، المسألة فيها موضوع جديد هنتناوله،
ان شاء الله محتاج مننا بعض التركيز عشان نفهمه، وانا اجلت هذا الموضوع لهذه المسألة، وكان ممكن يتشرح في المحاضرات السابقة، انما عشان جزئية الهيت جنريشن داخلة ضمن هذا الموضوع. طيب المسألة عايزين نحسب الهيت كوندكشن في سفيريكال شيل، ماشي، غلاف كروي. فبقول عندنا، اعتبر ان احنا عندنا سفيريكال كونتينر، كونتينر على شكل كروي، الراديوس الداخلي بتاعه اللي هو ار 1 بتساوي 8 سنتي. يبقى انا من اول هنا، من اول السنتر لغايه هنا، ده الايه؟ الانر راديوس، ماشي، بيساوي كام؟ بيساوي 8 سنتي، والاوتر راديوس بتاعه 10 سنتي، خلاص، ده الار 2. يبقى انا السكنس ده هيساوي 2 سنتي اللي هو 10 ناقص 8، خلاص. طيب الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت بقى الغلاف ده اللي هو ال 2 سنتي بتساوي 45 واط لكل متر ديجري سنتيجريد، خلاص. الانر والاوتر سيرفيس اوف كونتينر عايزين نخلي درجة الحرارة عندهم ثابتة، بحيث ان درجة الحرارة في الداخل تكون 200 ودرجة الحرارة في الخارج تكون 80، خلاص. يبقى انا ايه بقى عايز افهم من كده؟ ان انا في عندي ثيرمال كوندكتيفيتي كويسه جدا، بحيث ان تخلي لي ال 200 دي تنقل كميه طاقه كبيره، نتيجه ان في ديفرنس كبير ما بين التي 1 والتي 2. تاني حاجه ان انا عندي بقى في الخارج، هيبقى عندي بقى السراوند تمبريشر هتكون قليله، الحاجه التانيه الاتش هتكون كبيره، حتى لو مش هحسبها، بس انا ايه بفهم هذا الموضوع من هذه الايه، من هذا المنطوق. طيب درجة الحرارة اللي بتنتج جوه دي نتيجة كيميكال رياكشن، خلاص، اوكيرنج انسايد، يبقى انا عندي في تفاعل اكسوثيرميك هيحصل جوه. يعني معنى ذلك ان في المسألة دي ايه؟ ان في هيت جنريشن، خلاص. عشان كده احنا قلنا المسألة دي موضوع الهيت جنريشن مع الموضوع اللي هنشرحه النهاردة او في هذه المحاضرة دي حاجة جديدة. طيب بيقول لي بقى احنا عايزين نحصل على ايه؟ على الجنريشن اوف تمبريتشر ديستريبيوشن. ده احنا عايزين نعرف ايه هو التمبريتشر ديستريبيوشن انسايد ذا شيل في ال 2 سنتي دي. يعني بعد سلام، بعد واحد، لو انا عايز اقول بعد 1 سنتي هتكون كام من ال 2 سنتي، او بعد نص سنتي هتكون كام، او بعد سنتي وربع، سنتي ونص. يبقى انا في تمبريتشر ديستريبيوشن هيحصل داخل هذه الايه، هذه الشيل. وبقول ان العمليه اللي بتتم دي بتتم تحت اندر ستيدي ستيت. تاني حاجه بقى عايزين نحدد الريت اوف هيت لوسز فروم ايه، من هذا الكونتينر، خلاص. ده احنا طبعا فيه هيت لوسز كبير هتحدث. طيب قبل بقى ما نحل هذه المساله، في جزئيه بقى اللي انا قلت لكم ايه، متاجله لغايه ايه، هذه المحاضره. اول حاجه ان انا لما اجي اقول ان انا عايز استنتج اللي هي الايكويشن الخاصه بالهيت ثرو كوندكشن، فقال بعض الهيت ترانسفير بروبلم في الهندسه بتتطلب اننا احنا نعرف التمبريتشر ديستريبيوشن، ده اللي هو المطلوب، ده اللي هو على، ماشي، احنا بنكون عايزين ايه اللي هو التمبريتشر ديستريبيوشن. فاحنا عندنا في بعض المسائل الهندسيه الخاصه بالهيت ترانسفير بيبقى مطلوب ان احنا نحسب التمبريتشر ديستريبيوشن خلال ايه، خلال ميديوم، عشان نعرف بعض الكوانتيتيز اللي بتهم المهندسين او بتهم العاملين في هذا المجال، انه يعرف التمبريتشر ديستريبيوشن خلال ميديوم معين. التمبريتشر ديستريبيوشن يعني توزيع الحراره، توزيع الحراره بعد ايه، بعد مسافات معينه، خلاص. طيب الموضوع ده ممكن يكون عندي بقى ايه، يكون في عندي لينيارتي في عمليه ايه، انتقال الحراره من الحراره في الجانب الاعلى الى الحراره في الجانب الاقل، زي ما احنا شايفين في هذا الشكل. فساعتها اقول بقى ايه، ان قانون فورير اللي كنا بنطبقه هيبقى الكيو بتساوي ماينس كي اي دلتا تي على دلتا اكس، مش دي، لا، دلتا، ماشي. يبقى ايه اللي بيحصل هنا؟ نتيجه اللينياريتي بيظل الفرق في درجات الحراره مع الفرق على الفرق في درجات في المسافه ثابت، فتقدر تديني العلاقه دي، خلاص. لا، ده في بعض
اوجه انتقال الحراره خلال سوليد سيرفيس على سبيل المثال ما بتكونش بقى فيها لينياريتي، بتكون فيها هذا الشكل. فساعتها بقى قانون فورير بنقول ايه اللي هو دي تي باي دي اكس. وعشان اقدر احسب التمبرشر ديستريبيوشن باخد السلوب بتاع هذا الميل. السلوب بقى بيمثل ايه؟ دي تي باي دي اكس، وطبعا بيكون اقل من الصفر. فيبقى عند اي نقطه بحسب السلوب واقدر اطلع منها ايه؟ الدي تي باي دي اكس، واعوض في هذه المعادله. يبقى انا خلي بالي ان انا في قانون فورير ممكن اتعامل مع الدي تي باي دي اكس، ممكن اتعامل بقى بالديفرنشال للدي تي على الدي اكس. دي كانت نقطه توضيحيه. طيب احنا لسه بقى بنكمل، عايزين ايه؟ نوصل للعلاقه بتاعت التمبريتشر ديستريبيوشن. فانا لو انا عندي لارج بلين وول، خلاص لما اجي اطبق بقى عليه في حساب التمبريتشر ديستريبيوشن وانا عندي عدم لينياريتي، يبقى في الحاله دي لازم اعمل ايه؟ اخد جزئيه معينه اسمها ايه؟ اسمها الكنترول فوليوم. اسمها ايه؟ الكنترول فوليوم. شريحه صغيره جدا باخدها من هذا الميديم، من هذا الوسط، خلاص، وابتدي اعمل عليها حساباتي. وبعد ما اعمل عليها حساباتي اروح عامل بقى انتجريشن ليها، فتجيب لي بقى الحسابات على الميديوم ككل. خلاص دي عامله زي ايه؟ عامله مثلا في مجال الزراعه اما بتيجي المسؤولين عن عمليه الزراعه في الحكومه بيقوموا بعمل حاجه اسمها حقول استرشاديه. يجوا في منطقه كده ويروحوا واخدين قطعه ارض ويبتدوا يجربوا فيها بقى بذور جديده. البذور دي مثلا ممكن تكون مقاومه لبعض الافات، ممكن تكون بتتحمل قله المياه، ممكن تكون بتدي محصول كبير، ويبتدي يزرعوها في حقل ويسموا الحقل ده حقل استرشادي، ماشي، او حقل ارشادي. ويبقى موجودين بقى المهندسين الزراعيين اللي هم اتدربوا ويبتدوا يتابعوا بقى ايه عمليه الري، ويتابعوا عمليه وضع المخصبات، ويتابعوا عمليه النمو، ويتابعوا درجات الحراره. وبعد ما المحصول يتم جمعه يبتدي بقى يتعمم على المنطقه ككل. اوكي، فاحنا برضو بنتكلم على كنترول فوليوم. الكنترول فوليوم ده بيتميز مثلا بثبات الثيرمال كوندكتيفيتي على سبيل المثال، بثبات الدنستي، اوكي، بثبات السبيسيفيك هيت، اوكي، الاريا بتاعته ثابته. فده بناخد بقى زي ما قلنا كده كنترول اليمنت ونطبق عليه. انا بقول الموضوع ده وبشرحه بالتفصيل ليه او بشيء من التفصيل عشان برضو اي مهندس بيفكر في حاجه لازم يعمل حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها كنترول بروجكت مثلا. في المتداول هو اسمه بايلوت بروجكت، ان انا عايز اعمل مشروع كبير فبيتعمل بايلوت بروجكت صغير اطبق فيه حتى يسهل ان احنا نطبق الحاجات الجديده اللي احنا عايزين نعملها، ولما ينجح نبتدي بقى نكبر يتعمل مشروع على كبير. خلاص، فده ده فكر هندسي صميم، فكر هندسي لازم يكون المهندس على اويرنس كبير بيه او العلمان بيه. اوكي، طيب هذا الكنترول اليمنت، خلاص انا بقول مثلا ان انا ابتدي من هنا من زيرو لاكس، خلاص ادي كيو ماشي في هذا الاتجاه، والكيو هتنتقل خلال هذا الكنترول اليمنت اللي هو بقى ايه السيكلز بتاعه ايه دلتا اكس. يبقى بعد ما الكيو هتعبر عند ايه اكس زائد دلتا اكس. اوكي، طيب هاجي اعمل بقى على هذا الكنترول اليمنت او السين اليمنت، خلاص اعمل عليه ايه؟ اعمل عليه انرجي بالانس. وزي ما احنا عرفنا كتير سواء انرجي بالانس ماس بالانس لازم اقول ان اللي داخل يساوي اللي خارج، خلاص، وبخاصة ان انا بعمل على ايه؟ بعمل على ثين اليمنت كنترول اليمنت. فطبعا لازم فعلا المعادله دي تكون موجوده ان اللي داخل يساوي اللي خارج. طيب ايه اللي داخل؟ الريت اوف هيت كوندكشن ان، الحراره اللي داخله بالكوندكشن، زائد ايه؟ زائد الحراره المتولده. عشان كده احنا اجلنا شرح هذه الجزئيه عشان النقطه دي، الريت اوف هيت جنريشن،
طيب ده هيسوي ايه؟ هيسوي اللي خارج من هذا الكنترول اليمنت، اللي هو الريت اوف هيت كوندكشن اوت زائد الريت اوف تشينج ان انرجي اوف كونتنت. يعني ايه؟ يعني الحراره اللي هتتراكم جوه هذا الكنترول اليمنت. ان انا بفترض ان مش كل الحراره هتخرج، لا ده في جزء هيتراكم. عامله زي ايه؟ عامله زي ما يكون في واحد بيملى كونتينر ميه، بعد ما بيتملي في جزء من الميه بتخرج وفي جزء بيظل متراكم جوه الكونتينر. اوكي، فطبعا دي لازم تتاخد ايه في الاعتبار. وزي ما قلنا كده ان احنا لما بنيجي نتكلم على الريت اوف هيت، ريت تشينج اوف هيت انرجي كونتنت، اللي هي السي بي، السعه الحراريه، وقلنا السعه الحراريه لكل ماده بتختلف، وان على سبيل المثال الميه بتعد من اكبر المواد اللي ليها سعه حراريه. يعني ايه؟ يعني هيتم تخزين، هيحدث تراكم للحراره داخلها. طبعا معلش انا باكد ويعني وبعيد وبزيد في هذا الموضوع عشان ان احنا الكل يبقى ايه ملم بهذه النقطه. يبقى انا الايرنج بالانس، الحراره اللي داخله بتساوي الحراره الايه اللي خارجه، خلاص. وفي عندي بقى من ضمن الحراره اللي داخله اللي هي الايه الهيت جنريشن، ومن ضمن الحراره اللي انا خارجه اللي هي الايه الحراره اللي يتم تراكم، خلاص. طيب يبقى دي المعادله الاخيره احنا قلناها كده، انا جبتها في هذه السلايد برضه عشان ما ننساهاش. هنعمل بقى عمليه ايه؟ عمليه اعاده ترتيب. اعاده ترتيب بقى اللي هيحصل ايه؟ ان انا هاخد الجزء ده واوديه الناحيه دي، يبقى هيبقى عندي ريت اوف هيت كوندكشن ان ناقص، دي هتروح هنا بالناقص او بالماينس، هتبقى ريت اوف هيت كوندكشن اوت زائد ايه الريت اوف هيت جنريشن بتساوي ايه الريت اوف تشينج اوف انرجي كونتنت، خلاص. طب احنا عايزين بقى نحول هذه المناطق، هذا المنطوق، الى ايه؟ الى رموز، خلاص، معادله عندي. يبقى انا ساعتها اقول ايه الكيو اللي داخل بعد اكس اللي احنا قلنا هنا كده، ادي الكيو ماشيه من هنا لغايه هنا عند الاكس، خلاص. يبقى دي اول حاجه. ناقص بقى ايه؟ الكيو اللي خارجه بعد الايه بعد الاكس زائد دلتا اكس زائد ايه بقى الريت اوف جينيريشن اللي هي الجي، خلاص. طيب ده الجي هنا لو حطيتها كده ما تنفعش. ليه؟ لان هنا الجي ديت عباره عن ايه؟ عباره عن وات بير متر كيوب، وهنا دي وات وهنا دي وات، فلازم المعادله يكون كله واحد، فعشان كده لازم انا اشيل الجي واروح ايه حاطط مكانها الجي سمول دوت في الايه في الفي، خلاص. ده سبب التعويض. ليه؟ لان دي جي اللي هي الكيو باليونت ايه فوليوم، خلاص. ما ينفعش ان كله يبقى وات وات وهنا الكيو عباره عن وات بر ايه بالمتر كيو، خلاص. يبقى هشيل الجي كابيتال دي دوت كابيتال واحط مكانها الجي دوت سمول مضروبه ايه في الفي، والفي دي ممكن اروح شايلها ومعوض عنها بايه اللي هي قيمه الفي اللي هي الاريا في الدلتا اكس، تمام. جميل جدا، خلاص. طيب الريت اوف تشينج اوف انرجي كونتنت اللي هي عباره ايه؟ تغير الطاقه الداخليه لهذا الميديوم بالنسبه للزمن، تمام، خلاص. يبقى انا هقدر اعوض بقى في هذه الايكويشن، اعوض عن الدلتا اي. طب الدلتا اي اللي هي ايه؟ الدلتا اي بتساوي الدلتا اي بعد تايم معين ناقص الدلتا اي عند تايم بيساوي صفر. يعني عند بدايه البروسيس كانت الطاقه الداخليه للميديم دي قد ايه، ماشي، واشيلها من الطاقه اللي تراكمت داخل هذا الميديم بعد تايم دلتا تي. طيب يبقى انا اما اجي اعوض اقول ايه بقى؟ اقول ان الاي دي بتساوي ايه؟ بتساوي الام سي بي او سي في حسب بقى ما انا بعوض، بس هو غالبا احنا زي ما احنا شرحنا في المحاضرات الاولى احنا بنتعامل غالبا مع السي بي، خلاص. يبقى الام في السي بي في ايه؟ في الدلتا تي زائد في الدلتا تي في التي، يعني الدلتا تي اللي هي عباره عن ايه؟ التي اللي هي عن تي زائد دلتا تي ناقص التي، خلاص؟ احنا قلناها قبل كده، خلاص؟ يبقى انا ساعتها اقدر اقول ساعتها ايه؟ اقدر اشيل الام كمان. شوفوا الفكر الهندسي جميل جدا، ان احنا بنقعد بعد ما بنعمل ايكويشن نبتدي نقول ايه اللي ممكن يساعدنا في الحل، ايه اللي ممكن يخلي المعادله اكثر مرونه في التعامل. فانا يا جماعه على سبيل المثال كده ادي الام سي بي اللي هي في الدلتا تي، طول معروف قوي.
طب اجي اقول الام، الله، هي الام ممكن نعوض عنها بايه؟ اقول ده الام عباره عن ايه؟ عباره عن الرو في الايه؟ في الاريا في الدلتا اكس. ليه؟ لان الرو عباره عن ايه؟ الويت على الفوليوم. الويت على الفوليوم، انا بتكلم هنا على الام اللي هي الويت، خلاص؟ فانا الرو بتساوي الويت على الفوليوم، وادي الاريا في الدلتا اكس بيساوي فوليوم، يبقى فوليوم هيروح مع فوليوم، يتفضل لي هنا الايه؟ الويت اللي هي دي، خلاص؟ عشان ما حدش يقول دي جت منين. اوكي، يبقى انا اصبحت عندي في الاخر الدلتا ايه بتساوي هذا الايه؟ هذا الشكل. اروح بقى معوض عن الدلتا ايه بهذا الشكل، وعوض عن الجي كابيتال بهذه القيمه، خدت بالك؟ وتطلع في الاخر المعادله بتاعتي على هذه الصوره، تمام؟ دي المعادله اللي احنا وصلنا لها، اخر معادله وصلنا لها في السلايد السابقه. طيب بعد ما وصلنا لهذه الصوره نقول طب ما نقسم على الدلتا اكس، خلاص؟ نقسم على الايه؟ الايه دلتا اكس، الاريا في دلتا اكس اللي هو اللي بيمثل ايه؟ بيمثل الفوليوم، خلاص؟ طيب لما اجي اقسم هذا الجزئيه على الاريا دلتا اكس هتكون بهذا الشكل. خدت الواحد على ناقص ايه في جنب في طرف مضروب فيه، كأني ضربت الاريا في دلتا اكس، معروفه، خلاص؟ او بعد ما قسمت الايه على الاريا في دلتا اكس. ولما اقسم بقى دي على الاريا في دلتا اكس هتروح مع الاريا في دلتا اكس دي، ويتفضل لي الجي سمول. ولما اجي على هذا الجزء واقسم على الاريا في الدلتا اكس هتروح مع الاريا في الدلتا اكس، فيتفضل لي هذا الشكل. واجي بعد كده اخد بقى الليمت لما اقول ان انا هفترض ان الدلتا اكس بتقترب بدرجة كبيرة جدا من الزيرو، وقول ان الدلتا تي الطايم برضه هي الاخرى بتقترب من الزيرو، تمام؟ يبقى لما اقول ان الدلتا اكس بتقترب من الزيرو اقدر ساعتها ايه؟ اقول ان بارشال كيو اللي هي دي، ماشي، على بارشال اكس زائد جي دوت بتساوي الرو سي بي، والتي لما قلت انها بتقترب من الزيرو هتبقى بارشال تي على ايه؟ البارشال تي دي درجة حرارة وده ايه؟ زمن. اوكي، طيب قانون فورير احنا عارفين ان ايه بيساوي ماينس كي اي دي تي على دي اكس. اوكي، يبقى انا هشيل بقى ساعتها الكيو دي، خلاص، واعوض عنها بهذه القيمه، الاقي في الاخر الشكل بتاع المعادله دي بقى عامل ازاي. انا ساعتها اقول ان واحد على الاريا ده ثابت، خلاص، يبقى انا ساعتها عندي بارشل على بارشل دلتا اكس اهو، والكيو لما احطها هتبقى ادي القيمه دي كلها زائد الجي ماشي دوت زائد يساوي الرو سي بارشل تي على دي تي. اوكي، معايا؟ تمام، نمشي سنه. دي اخر معادله في السلايد السابقه. طيب يبقى السالب هيروح مع السالب، هيضرب في السالب في السالب هتبقى موجب، خلاص؟ يبقى الاقي العلاقه اصبحت عندي ايه؟ هذه القيمه بعد ما ايه؟ مشينا السوالب، لان ضربنا سالب في سالب بقى موجب، خلاص؟ طيب نتيجه ان الاريا كونستانت ما بتتغيرش، لان احنا بنقولنا بنتعامل على كنترول فوليوم، خلاص، يبقى انا ساعتها اقول ايه؟ الاي دي ممكن اخرجها، فالاي دي لما اخرجها هتبقى ايه على ايه؟ هتطير مع ايه؟ مع بعض، وتبقى في الاخر المعادله ايه؟ عندي بهذه الايه؟ بهذه الصوره، تمام؟ وتصبح بقى في حاله اللارج بلين وول، في حاله وجود عندي ثيرمال كوندكتيفيتي متغيره، المعادله بهذه الصوره. ليه متغيره؟ لان ما قدرتش اخرج الكي بره. يبقى دي المعادله في حاله ايه؟ وجود ثيرمال كوندكتيفيتي متغيره. طب في حاله بقى لو الثيرمال كوندكتيفيتي كونستانت ايه اللي هيحصل؟ هروح خارج الكي بره، الكي اللي هي ديت اخرجها بره هنا اهو، انا بتكلم في حاله ايه؟ الثيرمال كوندكتيفيتي ثابته، طالما الكي ثابته هقدر اخرجها بره ايه؟ بره عمليه التفاضل، خلاص؟ يبقى دي الكي بتساوي بارشال على بارشال دي اكس دي تي باي دي اكس زائد الجي في الرو سي دلتا تي على دي تي. اوكي، طيب انا بقى لو قسمت على الكي، فالكي لو قسمت على هنا هتروح مع دي، وهتبقى جي دوت على الكي، وعندي بقى هلاقي ايه؟ الاقي الرو سي بي اللي هي دي على الايه؟ على الكي. الرو سي بي لو نفتكر بتساوي الايه؟ بتساوي الاميسيفيتي، خلاص؟ يبقى انا ساعتها بقى اقدر اشيل الجزئيه دي واعوض عنها بالايه؟ بالاميسيفيتي اللي هي دي. ادي المعادله الاخيره اهي نزلت هنا، كل اللي عملناه احنا ايه؟ شيلنا الرو سي سي بي على الكي سيرمال كوندكتيفيتي، وقلنا دي بتساوي الايه؟ واحد على الاميسيفيتي. واروح ضارب بقى الجزئيه دي في بعضيها والجزئيه دي بعضيها، الاقي المعادله وصلت لي في الاخر لهذه الصوره.
مهم قوي هذه المعادلة اللي أنا وصلتها. أظن إحنا ماشيين جزئية بجزئية لغاية ما وصلنا لهذه الإيه؟ الإيكويشن. خلاص؟ دي اللي هتساعدني إن أنا أقدر إيه؟ أحسب التمبريتشر ديستريبيوشن. أوكي؟ ومن المعادلة اللي كانت هنا دي ومن المعادلة دي أقدر أطلع بقى هذا التيبل مع بعض المتغيرات. فانا اقول لو انا المعادله بتاعت في حاله فاريبل سيرمال كوندكتيفيتي، سيرمال كوندكتيفيتي متغيره، دي المعادله اللي احنا وصلنا لها اللي هي كانت دي. خلاص؟ طيب لو انا بقى عندي كونست سيرمال كوندكتيفيتي، دي المعادله اللي احنا وصلنا لها اللي هي دي. تمام؟ طيب لو انا عندي كونست سيرمال كوندكتيفيتي بس عندي ستيدي ستيت، خلاص طالما عندي ستيدي ستيت يبقى ما فيش عندي تغير بالنسبه للزمن، يبقى الجزء ده كله بزيرو. طيب زي ما قلنا كده ان انا عندي كونست سيرمال كوندكتيفيتي، ادي كونست سيرمال كوندكتيفيتي. ايه الجديد؟ ان عندي ستيدي ستيت. لما عندي ستيدي ستيت يبقى الجزء ده بصفر، ادي ده صفر. طيب عندي نو هيت جنريشن، يبقى ما عنديش هذا الترم، يبقى اصبح هذا الجزء بيساوي هذا الجزء، هذا الجزء بيساوي هذا الجزء، لان يعني ده اصبح بيساوي صفر. طيب عندي ستيدي ستيت، عندي ستيدي ستيت يبقى الجزء ده بصفر، وعندي نو هيت جنريشن يبقى الجزء ده برضه بصفر. يبقى الاقي ساعتها هذه القيمه المعادله بتاعتي بتختصر لهذه الايه؟ لهذا الشكل. جميل جدا. بعد ما انتهينا من حساب الهيت كوندكشن ايكويشن في حاله البلين وول، في عندنا شكلين برضه شائعين اللي هو اللونج سلندر او السلندر. وطبعا احنا كهندسه كيميائيه موضوع اللونج سلندر ده موضوع شائع عندنا، لان معظم الاكتر عندنا بتبقى واخده شكل السلندر. فانا بعتبر ان انا عندي اللونج سلندر الطول بتاعها اللي هو ال، والريدس بتاعها من اول السنتر لغايه هنا اللي هو بعتبره ار. فانا برضو زي ما عملت في البلين وول خدت كنترول اليمنت او خدت كنترول فوليوم، فانا برضو هاخد هنا الكنترول اليمنت اللي هو هذه الشريحه المموزه باللون الاحمر، واقول بقى ان الريدس بتاعها اللي هو الار سمول، والسكنس بتاعها اللي هو دلتا ار، يبقى نهايه هذا الشريحه هتبقى ار زائد دلتا ار. وادي الجي اللي هي دوت اللي هي تولدت مكان تولد الطاقه، وبتخرج لي من خلال هذا ايه؟ هذا المقطع اللي هو جي ار زائد دلتا ار. تمام؟ وابتدي اقول بقى ان انا عايز احسب بقى الهيت ترانسفير عند اي ريديوس، عند اي طول لاي ريديوس. فانا ببتدي اعمل بقى ساعتها زي ما عملت في البلين وول، هعمل انرجي بالانس، وابتدي اعوض بقى في المعادله بتاعت الانرجي بالانس، واوصل بقى في الاخر ان انا في عندي في حاله الاستيدي ستيت هتبقى المعادله بهذه الصوره، وفي حاله الترانزيانت ونوهي جنريشن هتبقى بهذه الصوره، وفي حاله ان عندي ستيدي ستيت ونوهي جنريشن هتبقى بهذه الصوره. نفس اللي تم في البلين وول هيتم في حاله اللونج سلندر، بحيث ان اوصل للثلاث معادلات دول. طب ده الشكل الثاني. الشكل الثالث بقى اللي هو برضو شائع معانا، ولكن هنقول ان احنا في مجال الهندسه الكيميائيه مش هيبقى شهير قوي، ولكن ممكن نقابله زي ما قلت في العمليات الحيويه، نجد بعض الفرمنتور على هذه الشكل الكروي. فانا برضو هيكون عندي هذا الشكل الكروي، فانا هاخد كنترول اليمنت وابتدي اعمل عليه الانرجي بالانس، وابتدي بقى ابتدي اعمل حساباتي لغايه ما اوصل برضو للثلاث حالات. اول حاله الستيدي ستيت هتكون الايكويشن بتاعتها بهذه الصوره، وفي حاله النو هي جنريشن وترانزيانت هتكون بهذه الصوره، وفي حاله الستيدي ستيت ونو هي جنريشن هتكون بهذه الصوره او بهذه الصوره. خلاص كده يبقى احنا انتهينا بقى من هذا الايه؟ من هذا الجزء النظري. تبقى ان انا في عندي ايكويشن بقى ممكن تجمع لي هذا الايه؟ الثلاث اشكال. ان انا في عندي جنرال وان دايمنشن هيت كوندكشن ايكويشن بتجمع لي الثلاث اشكال اللي هي بتكون بهذه الصوره. خلاص ماشي. لو جبنا الثلاثه ايكويشن اللي هم السابقين في حاله البلين وول وفي حاله السلندر وفي حاله السفير، هنلاقي هي نفس هذه المعادله، ولكن بقى الخلاف قال ان انا في حاله البلين وول هتبقى عندي قيمه الان اللي هي بالاحمر دي هتبقى بصفر. ماشي؟ يبقى اي حاجه اس صفر هتبقى بواحد، واحد على واحد، يبقى القيمه دي مش موجوده، ودي فعلا مش موجوده عندي في حاله الايه؟ في حاله الايكويشن، ان انا ما فيش عندي هنا اهو، ادي في حاله اللي هو البلين وول، ما فيش عندي واحد على اكس. خلاص؟ يبقى انا واحد على الار ار دي في حاله البلين وول هتبقى اكس.
خلاص هتبقى اكس اس صفر بيساوي واحد، واحد على واحد يبقى ما عنديش كده. وزي ما قلنا هي دي المعادله بتاعتي اهي، مفيش واحد على اكس خلاص. والاقي بعد كده ان ار اس ان هتبقى برضو ار دي او الاكس دي هتساوي ار اس صفر هتساوي واحد، فبرضو هلاقي في الاكس، هلاقي في المعادله بتاعت البلين وول ما عنديش حاجه اسمها هنا ايه اكس خلاص، ده عندي اللي هو الكي كونستنت. اوكي يبقى دي المعادله في حاله ايه، في حاله البلين وول، ان انا بعوض على الان بصفر. في حاله السلندر هحط الان بواحد، في حاله السفير هحوض عن الان باتنين. ويبقى هذه الفورمه جابت لي الثلاث اشكال الشائعين في عمليه الهيت ايه كوندكشن، في حاله البلين وول، في حاله السلندر، وفي حاله السفير. تمام. طيب احنا كده وصلنا بقى ايه، ان احنا عايزين نكمل المساله بتاعتنا، الحته دي احنا كنا لازم نوضحها. طيب نرجع للمساله بتاعتنا بقى، ان انا عندي سفير كونتينر ماشي، السفير كونتينر ده في عنده تعرض ل سبيسيفيك تمبريتشر على الجانبين بتوعه ماشي، الداخل بتاعه الانر ريديس وعلى الاوتر ريديس خلاص. انا عايزين نحسب ايه، عايزين نحسب الفاريشن اوف تمبريتشر او التمبريتشر ديستريبيوشن اللي احنا كنا بنشرحها في هذا التوقيت، انا بشرحها حالا، عمليه حساب التمبريتشر ديستريبيوشن. وكمان عايزين نحسب ايه، الريت اوف هيت ترانسفير خلاص. طيب احنا هنفترض بقى الافتراضات اللي احنا بنعملها في اي مساله، ان انا عندي هيت ترانسفير از ستيدي يعني مفيش تغير مع الطايم، عندي الترانسفير بيتم في وان دايمنشن في اتجاه واحد يعني اللي هو في اتجاه الار، عندي الثيرمال كوندكتيفيتي ثابته، وما عنديش هنا هيت جنريشن. الخصائص ان انا عندي الثيرمال كوندكتيفيتي مديها لي بهذه القيمه، عشان اعوض عنها بالقيمه بتاعتها ادي يساوي تمام. وعندنا بقى ايه، هنجيب الماثيماتيكال فورما اللي احنا لسه مستنتجينها. فعندي الماثيماتيكال فورمولا في حاله اللي هو الشرط الثالث ده ستيد ستيت زي ما المساله بتقول ونو هيت جنريشن خلاص، يبقى انا ساعتها هجد ان انا عندي ممكن استخدم هذه الايكويشن او استخدم هذه الايه الايكويشن خلاص. طيب يبقى انا هستخدم الايكويشن الاولانيه اللي هي بهذه الشكل، وهيبقى عندي بقى ايه، عندي اتنين باوندري كونديشن عشان اقدر احل هذه الايه المساله. عندي التي عند الار 1 وهسميها التي 1 اللي هي 200 درجه مئويه، وعندي التي عند الار 2 اللي هي التي 2 هتساوي 80 خلاص. هاخد الايكويشن دي واعمل لها ايه انتجريشن. لما اعمل لها انتجريشن هتبقى بهذه الصوره اللي هي ار سكوير دي تي باي دي ار بتساوي سي 1، ادي اول كونستانت ظهر خلاص. اروح قاسم بقى على الار سكوير هنا وهنا، الار سكوير لما اقسمها هنا هتروح مع الار سكوير اللي موجوده في البسط، ويبقى عندي السي 1 على الار سكوير. اخد هذه المعادله واعمل لها انتجريشن تاني خلاص. بعد ما اعمل لها انتجريشن تاني الاقي ان المعادله وصلت بقت ايه، بقت التي وذ ريسبكت تو ار بتساوي ماينس سي 1 على الار زائد الايه السي 2. طيب انا عندي مطلوبين او معادلتين وفي مجهولين، يبقى سهل ان هي تتحل. اوكي بحيث ان انا عندي اتنين باوندر كونديشن، باوندر كونديشن الاولاني ان التي عند الار 1 بتساوي تي 1 خلاص، يبقى انا التي دي كلها هتبقى اسمها ايه تي 1 بتساوي هذه المعادله، والتي عند الار 2 بتساوي 2، هشيل التي ار دي واحط مكانها تي 2 تبقى هذه المعادله خلاص. واخد المعادلتين دول وعوض بيها في الايه، في الايكويشن اللي هي دي، فيطلع لي بقى اما لما اجي احسب السي 1 هتساوي هذه الفورمولا، ولما احسب السي 2 هتساوي هذه الايه هذه الفورمولا. تمام كده اقدر احل بقى ان انا اعوض في قانون فورير واقدر ايه احسب الحسابات بتاعتي. ادي قانون فورير، الكيو بتاعت في السفير بتساوي ماينس كي اي دي تي باي دي ار خلاص. الكي معروف والاريا 4 باي ار سكوير. طب الدي تي باي دي ار دي ايه؟ ده احنا بعد اول انتجريشن لقينا ايه؟ ادي الايكويشن في حاله ايه؟ الستيدي ستيت والنو هيت جنريشن ماشي. لما عملنا اول انتجريشن طلع لي ان الدي تي باي دي ار بتساوي ايه؟ بتساوي سي 1 على ار سكوير خلاص؟ جميل جدا. يبقى هنا كده هعوض بالايه؟ بالدي تي باي دي ار اللي هي بالسي 1 على ار سكوير خلاص؟ وبعد كده اقول ايه كمان؟ اقول بقى ان انا عندي السي 1 على الار سكوير، السي 1 دي بتساوي ايه؟ اجد السلايد السابقه ان السي 1 بتساوي هذه القيمه.
يبقى انا اشيل السي 1 واحط هذه ايه؟ هذه القيمه، فتصبح عندي الايكويشن بتساوي ايه؟ بتساوي 4 باي ار، ماشي، 4 قصدي باي كي في ار 1 في ار 2 اللي هي جايه منين؟ جايه من هذه الايكويشن ار 1 في الار 2، تمام؟ في التي 1 ناقص التي 2 على الار 2 ناقص الايه؟ الار 1. تاني مره احنا ادي الايكويشن بتاعت ايه؟ بتاعت 4 ايه؟ خلاص كانت ماينس كي اي دي تي باي دي ار. خلاص انا عندي الدي تي باي دي ار بعد اول انتجريشن للماثيماتيكال فورمولا في حاله السفير اللي احنا استنتجناها دلوقتي في حاله الستيدي ستيت والنو جنريشن، كانت الدي تي باي دي ار بتساوي سي 1 على الار سكوير. خلاص، ومن السلايد السابقه لقينا ايه؟ لقينا ان السي 1 ممكن اعوض عنها بهذه الفورمولا، او السي 2 اعوض عنها بهذه الايه؟ بهذه الفورمولا. خلاص، يبقى انا ادي المساله بقت كده الكيو اقدر احسبها، لان كل ده المفروض ان هو ايه؟ معلوم عندي. طلعت الكيو بتساوي ايه؟ 27 و140 من 1000 او 14 من 100 واط. تمام؟ وبكده يبقى احنا حققنا المطلوبين اللي مطلوبين من هذه المساله، ان نجد علاقه ما بين الكيو وبين التمبريتشر ديستريبيوشن اللي هتبقى عندي الكيو في حاله السفير بتساوي 4 باي كي ار 1 في ار 2 في مضروبه في تي 1 ناقص تي 2 على ار 2 ناقص ار 1. ومن هذه الفورمولا اقدر احسب عندي التمبريتشر عند اي ار. خلاص، يبقى انا ممكن يقول لي بقى يكون مديني التي 1 مش مديني التي 2 وعايز التي 2 عند قيمه معينه للار. اقدر ساعتها بقى اعوض لو انا عندي عارف قيمه الكيو، اقدر اجيب ساعتها بقى التمبريتشر عند اي قيمه للار هو مطلوب. اوكي، الحاجه الثانيه حسبنا مقدار اللي هي الهيت لوسز اللي طلعت 27 وحوالي 14 من 100 واط. تبقى بقى ملحوظه الهيت فلكس، دي حاجه بره المطلوب من المساله. ان انا لو عايز احسب الهيت فلكس عند هذه المنطقه اللي هي قيمتها ار 1 وعايز احسب الهيت فلكس عند القيمه اللي هي ار 2، يبقى انا ساعتها بقول الهيت فلكس عباره عن ايه؟ الكيو على الاريا. اللي هيتغير معايا ايه؟ ادي القيمتين بتاعت الكيو ثابتين في الحالتين، ولكن ايه اللي هيحصل؟ انها هتتغير الاريا. ليه؟ لتغير الراديوس. واجد ان انا كل ما الراديوس بيكبر، يعني الكيو عن هيت فلكس عند الار 1 هجد ان قيمتها 337.5، بينما عند الار 2 الاقيها نزلت وقلت بقت 216. يبقى استنتج من هنا كل ما بيكبر الراديوس في حاله السفير بلاقي كميه الهيت فلكس بت ايه؟ بتقل. المساله الاخيره في هذه المحاضره بعنوان الفاريشن اوف تمبريتشر ان ريزيستنس هيتر. فانا بيفترض عندي لونج هوموجينس ريزيستنس واير، سلك متجانس المقاومه القطر بتاعه 2 من 10 انش، والثيرمال كوندكتيفيتي بتاعته بهذه القيمه، ولكن انا هنا اتعامل بالبريتش ثيرمال يونت وبالفهرنهايت. ماشي، بستخدم هذا الثيرمال ريزيستنس واير عشان اعمل ايه؟ غلي للميه عند الاتموسفيريك بريشر بواسطه ان انا بمر التيار داخل هذا السلك. الهيت اللي بتتولد داخل هذا السلك بتكون متوزعه توزيع متجانس، ماشي، ويبقى عندي الجي دوت بتساوي 2400 بي تي يو لكل ساعه كل اور لكل انش مكعب. طيب بيقول لي لو انا درجه الحراره على هذا السيرفيس بتاع الواير حوالي 226 او بتساوي 226 فهرنهايت، هات بقى ايه؟ اوبتين ريليشن اوف تمبريتشر ديستريبيوشن. ده الكلام ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه ايه دلوقتي. وكمان حدد التمبريتشر ات ذا سنتر لاين اوف واير، يعني عايزين ايه؟ عايزين التي ماكسيمم. خلاص، جميل جدا. يبقى المساله دي بتحقق لنا كل اللي اتشرح تقريبا في هذه الايه؟ في هذه المحاضره. اوكي، فالسوليوشن ذيس هيت ترانسفير بروبلم دي سام يعني فيها تشابه للمساله السابقه لحد ما، بس المساله اللي فاتت ما كانش في عندي هيت جنريشن، لا هنا عندي في عندي هيت ايه؟ هيت جنريشن. وطالب كمان ايه؟ طالب ان انا احسب الايه؟ التي ماكسيمم.
طيب عند الاسامبشن ان هي ترانسفير از ستيدي ستيت، مفيش بمعنى مفيش عندي تغير مع التايم، والحراره ماشيه في وان دايمنشن خلاص، وعند السيمنال كوندكتيفيتي ثابته، وعندي الهيت جنريشن في هذا السلك يونيفورم منتظمه. في المساله السابقه اللي هو بيقول ان هي كانت سيميلر، لا ما كانش في عندي هيت جنريشن، لا هنا في عندي هيت جنريشن خلاص. طيب احنا جبنا السيماتيكال فورم للتمبريتشر ديستريبيوشن في حاله الاسطوانه، لان احنا المساله السابقه كانت بتتعامل مع ايه؟ بتتعامل مع سفيريكال، لا هنا احنا بنتعامل مع ايه؟ مع الاسطوانه، والايكويشن بتاعت الاسطوانه في حاله الهيت جنريشن في هذه الصوره. نرجع تاني للاستاد بقى الخاصه بيها، ادي الايكويشن في حاله ايه؟ ان انا عندي هيت جنريشن وفي حاله ايه؟ اسطوانه، دي المعادله اللي بحسب منها الايه؟ التمبريتشر ديستريبيوشن. اوكي نستكمل بقى جمال هذه المساله. في المساله الخاصه بالسفير كان عندي تو باوندري كونديشن، عندي درجه الحراره عند الريزيت الداخلي وعندي درجة الحرارة عند الراديوس الخارجي. لكن هذه المسألة قال لي اداني درجة الحرارة عند الراديوس الايه؟ الراديوس الخارجي. ما قاليش درجة الحرارة في الداخل، اوكي؟ طب انا كده عندي ايه؟ وان باوندري كونديشن. انا عايز تو باوندري كونديشن عشان اقدر احل الايه؟ المسألة. ليه؟ لان انا بقول ذي سكند اوردر لينير اوردينال ديفرنشال ايكويشن، اللي هي الايه؟ اللي هي الايكويشن دي. خلاص؟ سكند اوردر اوردينال ديفرنشال ايكويشن. خلاص، وان انا عشان احل لازم يكون تو عندي تو اربيترالي كونستانت. خلاص، عشان اقدر احدد هذه الكونستانت فانا عايز تو باوندري كونديشن. عندي اول باوندري كونديشن اللي هو ايه؟ التي عند الار اوت اللي هي هتبقى سي ار تي سيرفيس بتساوي 226 فهرنهايت. الباوندري كونديشن الثاني بقى الجمال في كده ايه؟ ان قال لي ان الدي تي ماشي عند الدي ار ماشي عند الايه؟ عند الهنا دي عند السنترال، عند السنترال ده بيكون التي ماكسيمم ماشي، عند التي ماكسيمم يبقى هذا الديفرنشال هيساوي صفر. ليه؟ زي ما بقول كده، ذا فيرست باوندر كونديشن سيمبل ستيت ذات ذا تمبريتشر اوف ذا اوتر سيرفيس اوف ذا واير 226، ده اللي احنا بنتكلم عليه. نيجي بقى بالنسبه لده، ذا سكند باوندر كونديشن از ذا سيمتري كونديشن ات سنتر لاين، ات السنتر لاين and set that the maximum temperature in the wire will occur and the center line. خلاص، ولما تبقى T temperature maximum يبقى ساعتها السلوب بتاعها T temperature بتاع ال R نوت بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. تمام، R نوت بيساوي ايه؟ زيرو. وده بيقدر يكمل لي بقى this complete the mathematical formation of a of this problem. ولو بصينا على الرسمة عشان نقول هو ليه الدي تي على الدي ار بتساوي صفر، زي ما احنا شايفين كده ادي الكيرف وادي عند التي ماكسيمم، لو جيت اخد الاسلوب ده الاقي فعلا لازم الدي تي على الدي ار بيساوي ايه؟ صفر، لان الاسلوب الميل مش جاي زي الميل هنا كده او هنا، لا ده هنا مفيش ايه؟ مفيش تقريبا اسلوب، اوكي؟ مفيش اي ميل، يبقى عشان كده اقول ساعتها الدي تي باي دي ار بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. طيب كده احنا خلاص هنقدر نجيب ايه؟ التو باوندري كونديشن عشان نقدر نحل الايه؟ التو كونستانت السي 1 والسي 2. طيب انا الايكويشن بتاعتي في حاله اللي هو زي ما قلنا السلندر، وفي حاله ان انا عندي هيت جنريشن، وحاله ان انا عندي ستيدي ستيت، اللي هي ادي الايكويشن بتاعتها انا جبتها هنا في هذه السلايد. اوكي، طب هنعمل ايه بقى؟ هنضرب في الار. خلاص لما اضرب في الار هيبقى ار على ار هتروح مع بعضها هتوصل زي هذا الشكل ماشي، في ار دي تي على دي ار. ولما اجي اضرب بقى الناحيه دي في ار وودي هذه القيمه الناحيه الثانيه هتبقى جي دوت على الكي مضروبه في الايه؟ في الار. يبقى تاني دي جت من ايه؟ ان انا ضربت المعادله اللي انا قلت عليها اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعه اللي هي ستيدي ستيت وعندي هيت جنريشن، والمعادله دي خاصه بتاعت الايه؟ بتاعت السلندر. كل ده احنا استنتجناه في هذه المحاضره، اوكي؟ ولما ضربت في الار بقت الار على الار راحت مع بعضيها فاصبحت الدي على الدي ار، والار اللي جوه زي ما هي في الدي تي على الدي ار، والجي هو على اوفر كي هو اداها الناحيه دي فهتروح باشاره ماينس واضربها هيروح في ايه؟ في الار. خلاص نعمل بقى انتجريشن ويز ريسبكت تو ار. خلاص يبقى نعمل انتجريشن لهذه الايكويشن هيطلع لي ايه؟ ار دي تي على دي ار بتساوي ماينس جي اوفر كي ار سكوير على 2 زائد الايه؟ زائد السي 1. ده اول انتجريشن، وكده طلع عندي بايه؟ ظهر عندي اول كونستانت. تمام، طيب
نيجي بقى عايزين الكونستانت التاني. طيب انا كان عندي الباوندري كونديشن التاني اللي هو ايه؟ ان عند الار، الار بتساوي زيرو، كانت دي تي على الدي ار عند التي ماكسيمم، وقلنا ساعتها ان الميل او السلوب بتاعه بيساوي صفر، فالقيمة الدي تي على الدي ار بتساوي صفر، يبقى انا مش محتاج اعمل التفاضل التكامل التاني. اوكي، يبقى انا هعوض تعويض على طول مباشر في هذه الايكويشن اللي انا هاطلق عليها الايكويشن رقم ايه؟ رقم ايه. خلاص، يبقى عند الار بتساوي صفر، هذا الميل كله بيساوي صفر، وعند الار هنا ار سكوير الار بتساوي صفر، يبقى هلاقي ساعتها ان السي 1 بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. يبقى قيمة السي 1 ممكن ايه؟ اشيلها من الحسابات بتاعتي. زي ما قال كده، ذا سي 1 كان كانسل فروم ذا سوليوشن. طب هنعمل ايه بقى؟ هناخد الايكويشن اللي هي نتجت بعد اول انتجريشن اللي ظهر فيه السي 1 بتساوي صفر، واروح قاسم على الار. خلاص، لما اقسم على الار هتبقى ار دي على الار هتساوي واحد، هيبقى عندي دي تي باي دي ار، ولما اجي اقسم هنا على الار هتبقى ايه؟ الجي، الار هتروح مع واحد من الار سكوير هتبدل اللي هنا ار، يبقى الجي في الار على 2 كي، والسي زي ما قلنا السي واحد هتساوي ايه؟ هتساوي صفر. اعمل بقى انتجريشن تاني لهذه المعادله. تمام، خلاص كده اقدر اعمل انتجريشن بقى، الاقي المعادله وصلت لايه؟ ان تي ار بتساوي ماينس جي اوفر 4 كي في الار سكوير زائد ايه؟ زائد السي 2. كده بقى احنا نقدر الان نقدر ايه؟ نعمل الفيرست باوندري كونديشن بان احنا نعمل تبديل لكل ار بار نوت. ماشي، وين ساعتها هتبقى عندي التي ان بتبدلها بالتي اس، يبقى اقدر اقول ساعتها بقى ان التي اس المعادله بتاعتها بتساوي هذا الشكل، ان انا هشيل التي ار واقول تي اس، وان انا اقول السي 2 بتساوي ايه؟ بتساوي تي اس، ان انا ادي سي 2 كده اودي هذه القيمه الناحيه الثانيه هتروح باشاره موجبه، يبقى اقدر اقول ان سي 2 بتساوي تي اس زائد الجي على 4 كي مضروبه في الار او سكوير. خلاص، وعوض بعد كده بقى بقيمة السي 2 في الايكويشن رقم بي، اقدر احسب ساعتها بقى ايه؟ التمبريتشر ديستريبيوشن عند اي قيمة للار من هذه الايه؟ من هذه الايكويشن. ومن الايكويشن رقم سي اللي هي اخر ايكويشن انا وصلت لها، اقدر اعمل حساباتي بالنسبة للتمبريتشر ديستريبيوشن، واقدر اعمل حساباتي كمان بالنسبة للتي ماكسيمم. يبقى انا لو عايز احسب التي ماكسيمم لان هتبقى تي اس، ماشي، عندي ايه بقى؟ عند السنتر بتاع الايه؟ بتاع هذا الالكتريك واير، يبقى عند السنتر هتبقى الار دي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. اوكي، يبقى عوض تعويض مباشر في هذه الايكويشن، الاقي ايه؟ الاقي ان انا عندي التي اللي هي تي عند الزيرو عند السنترال بتساوي التي اس زائد جي اوفر 4 كي في الار اوت سكوير. ليه؟ لان الار اوت سكوير كانت ناقص الار اللي هي عند السنتر، ودي كانت بتساوي صفر، فايه صفت على هذه الايه؟ على هذا الشكل، او بقى هذا اختصرت لهذا الشكل. اعوض بقى بالقيم اللي هو ده عند جميع القيم، الاقي في الاخر التي ماكسيمم بتساوي ايه؟ 263 فهرنهايت. اوكي، وشوف بقى من 263 وصلت ل 226 عند الايه؟ عند السطح الخارجي للايه؟ للسلك. اوكي، دي كانت نهاية هذه المحاضرة. أنا آسف إذا كنت أطلت، والمسائل بتاعتها فعلا عايزة تركيز كبير، إنما هي مسائل ممتعة في الآخر للي هيمشي إيده في حل مثل هذه المسائل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.